أيها الإخوة، هذا هو الشريط الخامس من التعليق على كتاب التوحيد من صحيح البخاري. لمن تكون للمؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والمنافقون يتوعدون بهذا الوعد: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، كقول بعضهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وحتى هنا ليست للغاية، وإنما هي للتعليل، لأن المعنى لا تنفقوا لأجل أن ينفضوا، وليس المعنى لا تنفقوا حتى ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا، لا، معنى لا تنفقوا من أجل أن لا ينفضوا، من أجل أن ينفضوا. قال الله عز وجل: ولله خزائن السماوات والأرض. خزائن السماوات والأرض ما هي عندكم أيها المنافقون، لو منعتم الإنفاق فعند الله ما ليس عندكم، خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. الشاهد من هذه من كلام البخاري رحمه الله، من أو الشاهد لترجمة هذا الباب، قوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وهنا قد يشكل جمع العزة لله وللرسول وللمؤمنين بالواو، مع أن عزة الرسول وعزة المؤمنين تابعة لعزة الله تعالى. ثم إن عزة الرسول والمؤمنين ليست العزة المطلقة الثابتة لله، فما هو الجواب؟ الجواب أن نقول: العزة بالدين من عزة الله عز وجل، يعني أن الله لا يعز المؤمنين ولا يعز النبي إلا لإعزاز دينه، وهذا كقول: إن تنصر الله ينصركم. هذا وجه. الوجه الثاني أن جملة ولله العزة جملة مستقلة تمت، ولله العزة انتهت الجملة، ولرسوله هذه عطف جملة على جملة، يعني ممكن أن يكون التقدير ولرسوله العزة أو ولرسوله عزة، يمكن هكذا، لأن الجملة الأولى تمت. نعم، لو كان لفظ الآية ولله ولرسوله وللمؤمنين العزة لكان هذا جمعا بين العزة لله ولرسوله والمؤمنين، لكن لما جاءت الجملة الأولى مستقلة ولله العزة وجاءت هذه تابعة زال الإشكال، فلم يقرن بين عزة الله وعزة الرسول والمؤمنين بالواو الدالة على التسوية. ثم قال المؤلف: ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني وباب من حلف بعزة الله، يعني هل نحلف بعزة الله وبصفاته؟ الجواب: نعم، بدليل ما ذكره البخاري رحمه الله. نحلف بعزة الله، نقول: وعزة الله لأغلبن عدوي إن شاء الله. يجوز هذا أو لا؟ قال البخاري: وصفاته، بقية الصفات. أي صفة من صفات الله فإنه يجوز أن تحلف بها، فتقول: وقدرة الله لأحملن هذا الحجر، أو تقول: وسلطان الله لأستحوذن على أهل بيتي. المهم أن الحلف بصفات الله جائز. طيب، الحلف بالقرآن جائز، لأن القرآن صفة من صفات الله. الحلف بالمصحف في تفصيل، إن أراد المصحف الذي هو الأوراق والجلد والمداد فإنه لا يجوز، لأن هذا مخلوق، وإن أراد بالمصحف يعني القرآن فهذا جائز.
طيب الحلف بآيات الله في التفصيل، إن أراد بآيات الله الآيات الكونية فإنه لا يجوز، وإن أراد بآيات الله الآيات الشرعية أي الوحي فهذا جائز. والذين يحلفون بآيات الله الآن من عامة الناس ماذا يقصدون؟ الظالم يريدون الآيات الشرعية. لو سألت أي عام هل أنت تريد بقولك وآيات الله أو أحلف بآيات الله الشمس والقمر لقال لا أنا أريد القرآن، فيكون بذلك حالفا لصفة من صفات الله. قال المؤلف: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم تقول جهنم قط قط وعزتك، قط بمعنى حسب، وفيها لغات قط قط مبني على السكون، وقط قط مبني على الكسر محركة منونة. تقول جهنم قط قط إذا وضع الرب عز وجل عليها قدمه انزوى بعضها إلى بعض، وقالت قط قط لأنه لا تزال يلقى فيها، وهي تقول هل من مزيد، حتى يضع الرب عليها عز وجل عليها قدمه وتقول قط قط. لكن هذا اللفظ الذي علقه المؤلف قط قط وعزتك، هذا قسم. نعم إيه نعم هذا قسم، أقسمت النار بعزة الله، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم عنها مقررا له. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول ربي اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. الشاهد قوله لا وعزتك، فأقسم بعزة الله، وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقررا له. قوله لا وعزتك ما معنى لا هنا؟ هل هي للنفي أم ماذا؟ نقول لا ليست للنفي، لأنها لو كانت للنفي لكان نفى اليمين، لكنها للتأكيد والتنبيه. ونظيرها قوله تعالى: لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بما تبصرون، ليست لا نافية هنا ولكنها للتنبيه والتأكيد. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. نعم. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك. الشاهد قوله وعزتك، فأقسم أيوب بعزة الله، فدل ذلك على جواز القسم بصفة من صفات الله عز وجل، أي صفة من صفات الله. ولكن يحسن أن تكون الصفة التي تقسم بها مناسبة للمقسم عليه. عرفتم؟ فإذا كنت تريد أن تقسم على غلبة فما الذي يناسب؟ وعزتك. ولهذا الشيطان يعرف ربه عز وجل ويعرف قدره، لما أراد أن يخبر الله عز وجل بأنه سوف يغوي العباد، وإغواء العباد يحتاج إلى قوة وإلى سلطة، ماذا قال؟ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم الشيطان بعزة الله لأنها تناسب المقام. والتناسب بين المقسم والمقسم عليه هو طريقة القرآن، ولهذا لا تجد قسما في القرآن إلا وبين القسم والمقسم عليه مناسبة،
لكنها قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، معروفة لكل أحد. نعم. نعم. كالنزة إذا كانت معنى قهر فهي صفة فعل فلا يحل فيها، إذا كان صفة ذات معنى قدر فيجوز الحل فيها. نعم. يقول إنه منهي عنها. نعم. وين النهي؟ ذكر شيء النهي؟ يقول قوله ومن حلف بعزة الله وصفاته كذا للأكثر، وفي رواية مستمني وسلطانه بدل وصفاته، والأول أولى. وقد تقدم في الأيمان والنذور باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه، وتقدم توجيهه هناك. قال ابن بطال: العزيز يتضمن العزة، والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات بمعنى القدرة والعظمة، وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم، ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. قال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته، والحالف بعزة الله التي هي صفة فعله، بأنه يحلف بالأولى دون الثانية، بل هو منهي عن الحلف بها كما نهي عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات وانعقدت اليمين، إلا أن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث الباب. لو قيل أحاديث إن أحاديث الباب تدل على العموم ولا تحمل على وزن واحد، ثم إنه لا فرق فيما يظهر بين الصفات الذاتية والفعلية، فلو قلت واستواء الله على عرشه لأعلون على فلان، ما المعنى؟ لأن الاستواء على العرش من خصائص الله، والمهم أن تأتي بصفة من خصائص الرب عز وجل. نعم، الصفة الفعلية المشتركة قد نقول إنه لا ينعقد بها اليمين لأنها مشتركة. مثل إيش؟ مثل النزول، النزول مشترك، لكن إذا قلت ونزول الله إلى السماء الدنيا لم تكن مشتركة، لأن هذا لا يمكن أن يكون للمخلوق. كما قالوا أيضا في الأسماء، الاسم الخاص بالله تنعقد به اليمين، والمشترك لا تنعقد به اليمين إلا بنية. انتهى الوقت؟ طيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل أن نبدأ، سبق لنا أنه يجوز القسم بصفات الله عز وجل، وأما القسم بآيات الله في التفصيل ما هو؟ نعم، فهذا لا يجوز. ما الفرق؟ لكن ما الفرق؟ لست أقول ما مثال ذلك، لماذا يجوز بهذا دون هذا؟ فرق أن الآيات الكونية مخلوقة ولا يجوز حلف المخلوق بخلاف نعم الآيات الشرعية فإنها من صفات الله. طيب، لكن لو أقسم بصفة من الصفات الخبرية سلطان، فما تقول فيه؟ على سبيل الإخبار أقسم بصفة من الصفات الخبرية. جائز، مثل لا هذه فعلية، نعم كان
نعم صحيح. إذا كانت هذه الصفة الخبرية تطلق على الذات مثل وجه الله فيجوز، وإلا فلا، مثل يد الله. فالظاهر أنه لا يجوز الإنسان أن يقول ويد الله لأفعلا أو وقدم الله لأفعلا. نعم نعم الفرق ظاهر، أنه إذا قصد من وجه الذات فهو قسم بالله نفسه، أما إذا قصد أما اليد والعين والقدم والساق فلا تطلق على الله. طيب حدثنا أبو معمر حدثنا أبو قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الشاهد قوله أعوذ بعزتك الذي، أنا ما عندي ألف، الذي عندكم؟ فأثبت لله العزة. وسبق لنا أن العزة ثلاثة أقسام محمد، القهر هو الغلبة، نعم القهر، وعزة الامتناع. طيب ومعنى أعوذ أعتصم، ويقال أعوذ وألوذ، والفرق بينهما أن اللياذ في طلب المحبوب، والعياذ في الالتجاء من المرهوب. وعلى هذا قول الشاعر: ما لا ينبغي أن يكون إلا لله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. الشاهد قوله: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. نعم. وهذا يقوله في ممدوح الله، لكنه لا ينبغي أن يكون إلا لله وحده، هو الذي يستحق هذا. نعم نعم تلك أمة قد خلت. نعم نعم كيف؟ ما ترون يا جماعة؟ هل ترون أن نأج هذه الأسئلة السابقة، ولا نفتح حتى يأتي واحد يسأل يقول باب كيفية كيف بدء الوحي عند رسول الله؟ في تفصيل. وش التفصيل؟ إن كان نسأل عن درس الليلة الماضية فهذا يؤذن له، وأما ما قبل الماضية فلا. أي. خاصة الشيخ ما كان في مجال. توافقون على هذا؟ ما تعلق بالدرس الماضي القريب يقبل، وما له فلا. نعم. يقال ايش؟ آمن الله ويؤمن الله. لا، يقال آمن الله لرسله، يعني صدقهم وشهد لهم. وذكرنا أيضا أن الله يؤمن لرسله ولا غيره أيضا، ألم تذكر هذا؟ هنا لئلا يوهم شيئا غير لائق. أحسن الله إليك. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الجن والإنس يموتون. نعم. كلام الحافظ الذي يقول استدل به استدل به على أن الملائكة لا تموت، ولا حجة فيه لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له. أريد معنى هذا الكلام، وهل صحيح ما استدل به؟ لا، هو لا يستدل به كما قال. فأنت إذا قلت زيد وعمر قائمان لا ينفي أن يكون غيرهما قائم. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الإنس والجن يموتون، أو الجن والإنس يموتون، لا يعني أن ذلك
لا لا لا, لا يأتي على غيره. ومفهوم اللقب ما علق فيه الحكم على العين فقط، هذا مفهوم اللقب. فإذا قلت محمد قائم فليس مفهومها أن غيره غير قائم. أعرفت؟ ما الفرق بين الاستعاذة صفة من صفات الله ودعاء نفس الصفة؟ الفرق أن الذي يستعيذ بصفة من صفات الله جعل هذه الصفة وسيلة، جعلها وسيلة، والمقصود الاستعاذة بالله نفسه. وأما من دعاها فهو يقول يا عزة الله أعيذين، يا عزة الله أعيذين، فوجه الدعاء لها وحدها، يا مغفرة الله اغفرين، بخلاف أسألك بمغفرتك أن تغفر لي. إن سأل الصفة هو قصد سؤال الله سبحانه وتعالى ما صح. نعم، ينهى عنه من حيث اللفظ. نعم. حدثنا ابن ابي الاسود. انتم فهمتم هذا يا جماعه؟ ترى هذه كثير من الناس يستشكلونها، يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام برحمتك استغيث، برحمتك استغيث، اعوذ برضاك من سخطك. وهنا المقصود بذلك انه لكونك راحما استغيث بك، فجعل الرحمه وسيله، لا انه يشعر بان الرحمه شيء مستقل عن الله يستغاث به. اما لو قال يا رحمه الله اغيثيني قلنا هذا لا يجوز، لانك يعني الان جعلت الرحمه مستقله تدعى من دون الله. ولهذا قال ابن تيميه رحمه الله شيخ الاسلام قال ان دعاء الصفه كفر بالاتفاق، دعاء الصفه كفر بالاتفاق، لانه يتضمن انك جعلت الصفه ايش شيئا مستقلا قائما بنفسه، وهذا هو الشرك. نعم. حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبه عن قتاله عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفه حدثنا أنتم قد عرفتم ان قتاده من المدلسين، وكيف يكون من المدلسين وهو في البخاري ومسلم؟ نعم، إيش الجواب؟ أنه محمول على السماع لكثرة ملازمة قتادة لأنس، فيبعد جدا أن يرسل عنه، هذا هو السبب. وعلى هذا فالقول بإطلاق رد عن عنة المدلس ليس بوجيه، فليقال عن عنة المدلس ينظر فيها، هنا القرائن تحتف بها توجب أن تكون عنعنة اتصالا. نعم. وقال لي خليفة حدثنا. ولهذا قبل العلماء عنعنة قتادة في الصحيحين، وقالوا إن السند فيها متصل. نعم. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. الله أكبر، هذا عجائب. هذا الحديث لا يزال يلقى فيها أي في جهنم وهي تقول هل من مزيد، هل استفهام، ومن مزيد مبتدأ فيه من الزائدة لفظا الزائدة معنى. وهذا الاستفهام هل هو للطلب أو للنفي؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه للنفي وأن المعنى لا مزيد على ما عندي، يعني أنها قد امتلأت، ومنهم من قال للطلب يجوهات زد، وهذا القول الثاني هو المتعين لأن الحديث يدل عليه، فإن قوله فحتى رأى فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضه إلى بعض إلى آخره يدل على أنها تطلب إيش
تطلب المزيد، لأن الله تعالى قد وعدها وهو أصدق الواعدين وأوفاهم، وعدها بأن يملأها. فإذا سئلت هل من مزيد، فإذا سئلت هل امتلأت، قالت هل من مزيد، يعني أعطوني زيدوا علي. فيضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول قدي قدي، وفي رواية قط قط، وهما لغتان معروفتان في هذه الكلمة، ومعناها حسب، يعني يكفي. بعزتك وكرمك، تتوسل إلى الله بعزته وكرمه أن لا يضع عليها قدمه أكثر مما وضع، لأنه ينزوي بعضه إلى بعض، تنضم تنضك. وضع رب العزة عليها قدمه ليس بالأمر الهين، ينزوي بعضها إلى بعض وتضيق تنضك حتى تقول بعزتك وكرمك. فتوسلت بالعزة التي بها القهر، والكرم الذي به الفضل، أن لا يضع قدمه عليها. والشاهد من هذا الحديث قوله بعزتك، قول النار بعزتك، وحدث به النبي عليه الصلاة والسلام مقرر له. وفيه أيضا شاهد آخر لصفة من صفات الله الخبرية، وهي القدم، وفي رواة رجلة. فعند أهل السنة والجماعة على القاعدة المعروفة المشهورة أن نجعل الرجل أو القدم يا منصور حقيقية ولا غير حقيقية؟ حقيقية، رجل أو قدم والمعنى واحد حقيقي يليق بالله عز وجل كاليد. والدليل على هذا أنه ينزوي بعضها إلى بعض من شدة ما وضع عليها وعظمته، وهذا هو مثل أهل السنة والجماعة. ولكن هل هذه الرجل تماثل أرجل المخلوقين؟ كيف لا؟ عبد الله لا، كيف لا؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ قد تماثل وقد لا تماثل. نعم، تجزم بأنه لا يماثل. ما هو الدليل؟
بل الناس يتراكم بعضهم فوق بعض، لكن النار تبقى على ما هي عليه. أما الآية ينزوي بعضها إلى بعض، ظاهر أن الذي ينزوي هو النار، تنضم هي بنفسها. وهل تنضم إذا أدخل فيها ولا تتوسع؟ عجيب، تتوسع لكن يضيقون اللي فيها. ثم ما الذي جعلنا نقدر هذا التقدير؟ هؤلاء إن كانوا من أهل النار لم يحتج أن يقال للنار أنت امتلأت أو لا، إن كانوا من أهل النار فهم من أهلها، امتلأت أو ما امتلأت. وإن لم يكونوا من أهل النار فإنهم لا يستحقون دخول النار من أجل ملء النار. طيب، قلنا فيه لفظ آخر في الحديث، رجلة يضع رب العزة بها رجلة، قالوا رجل، أعوذ بالله، لله رجل، هذا تجسيم وكفر، حرام. طيب وش معنى الرجل؟ قال الرجل الطائفة، لأنه في الحديث أن أيوب عليه الصلاة والسلام أرسل الله إليه رجل جراد، رجل جراد أي طائفة من الجراد. والناس إذا سئلوا الجراد كثير في المكان قال لا والله رجل، رجل يعني طائفة قليلة، فمعنى رجلة أي طائفته. سبحان الله، الطائفة إذا ألقيت في النار ينزل بعضها إلى بعض. ثم من هي هذه الطائفة التي تستحق أن تضاف إلى الله إضافة خاصة؟ لأن الخبيث، وهذه مسألة مفيدة، الخبيث لا يضاف إلى الله إضافة خاصة. أنا أقول خلق الله العالمين كلهم، وش يدخل فيها؟ يدخل فيها كل شيء، الطيب والخبيث. لكن لا يليق أدبا أن أقول إن الله خلق الكلب إلا في مقابلة من ينفي أن الله خلق الكلب، نعم أقول. أما أن تضيف خلق الله إلى شيء خبيث فهذا ممنوع، ما يليق، وإن كان هو داخل في العموم، لأن هناك فرقا بين العموم وبين الخصوص. حتى عند العامة الآن، لو قلت مثلا للملك أنت تأكل الطعام، أنت تأكل الطعام، يعني كل ما أكل يدخل في هذا. لكن لو تقول أنت تأكل القرص المحترق، وش يقول؟ سوء أدب، يمكن يقول ودوها السجن. ففرق بين التعيين والعموم. وقد أشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالنسبة للخلق. إذن ما قولنا في قوله صلى الله عليه وسلم يضع رب حتى يضع فيها رب العالمين قدمه؟ ماذا نقول؟ نقول هي قدم حقيقية تليق بالله، ولا نتجاوز سوى ذلك، لا نقول أصابع أو ليس لها أصابع أو ما أشبه ذلك، لا نتكلم فيها، نقتصر على ما سمعنا ولا نتعرض لما لم ينقل إلينا. أما بقية الحديث ففيه بيان أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر عن نفسه في الحديث القدسي رحمته سبقت غضبه، يبقى في الجنة فضل عن من دخلها، والذي يدخلها من بني آدم واحد من ألف، لكن الواحد من ألف له ملك طويل عريض، مسيرة ألف عام ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه. إلا أن هذه الجنة عرضها السماوات والأرض، ومن يدرك عرض السماوات والأرض؟ لا يدركه إلا الله. واسع واسع واسع، سعة عظيمة، يدخلها أهلها ويبقى فيها فضل. وقد وعدها الله عز وجل أن يملأها، وهو أوفى من وعد. من أوفى بعهده من الله؟ فيبقى فيها فضل. يقول حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة في ذلك الوقت. يخلق الله أقواما جددا ويدخلهم الجنة بلا عمل، بل بفضله ورحمته.
وأهل النار في النار، لا يخرج أحد ممن استحق الخلود في النار حتى يسكنه بقية الجنة، لا، النار أغلقت على أهلها والعياذ بالله منها. لكن ينشئ الله للجنة أقواما لأجل أن يملأوا هذا الفضل. ولا يقول للجنة يقرب بعضك من بعض حتى تمتلئ بمن فيها، بل ينشئ الله لها أقواما يملؤونها. وهذا مصداق قوله إن رحمتي سبقت غضبي، الله أكبر. ولولا حلم الله ما بقي على ظهر البسيطة أحد. نعم. آمن تهتدي، ما رأيك؟ إيش؟ آمن تهتدي. أي صحيح، الإيمان سبب للهداية في غير ما آمنت به، أو أما ما آمنت به فقد اهتديت به، لكن يزيد ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ولهذا تجد أكثر الطلبة إيرادا على نقوسهم في باب الصفات من يذهب ينقب، من يذهب ينقب. أما الإنسان يأخذ على ما هي عليه يقول آمنت بالله، وصفات الله أوسع من عقولنا، وليس لنا أن نبحث، بل ولا نعم وليس لنا أن نبحث، كما أنه ليس علينا أن نبحث عما وراء ذلك. تجده مطمئنا واستريح. أي واحد يصلي يقول هذه بدعة ما سأل عنها الصحابة، ويستريح، يقولها بلسانه ويعتقدها بقلبه. أنا أعتقد وأرجو أن تكونوا كذلك، أن كل شيء لم يسأله الصحابة في باب الصفات فالسؤال عنه بدعة. أترك، آمن بما جاء على ظاهره، ولكن إيمانا منزها عن التمثيل وعن التكييف. نعم. حتى الصفات الفعلية، حتى الصفات الفعلية، يا من ينزل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسلم فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، أسألك أن تغفر لي. لا، خبرية ما يجوز، ما يصح، لأن الخبرية مهم معاني يتوسل بها، الخبرية ليست معاني يتوسل بها، الخبرية يصح أن تكون وسيلة لمن يجعلها معاني وهم محرفون. كيف؟ ها؟ من؟ يجعلون وسيلة؟ أنت تجي لما تقول أسألك بيدك أنك تعطين، أسألك برجلك أنك تمشي معي. لا لا لا، ما أسألك. نعم، محمد الشرافي. بارك الله فيكم. إذا كان السائل في باب الصفات لا يسأل تعمدًا، إنما يسأل هل ورد دليل، ما يعرف أدلة، يقول هل ورد كذا وكذا. طيب، إذا حدثك محدث قال يضع رب العالمين فيها قدمه، قل آمنت بالله، بس ما أنت مسؤول عن سوى ذلك. ما في شك يا شيخ، لكن سبق الدرس أن من سأل عن الصفات نقول المبتدأ، هل هذا على الإطلاق يا شيخ؟ أم نقول ننظر إلى حال السائل؟ لا لا، ما هو الحاسب. قال الإمام مالك، قال السؤال عنه بدعة، ثم قال للرجل ما أراك إلا مبتدعا. والمقصود ما زاد على النص. أما واحد يجي يسألني يقول والله يسأل من جديد، يقول هل ورد أن لله ساقا من جديد، ونعلم من صحيح مسترشد، فهذا قد لا نعنفه. لكن رجل تتلى عليه الصفة ثم يذهب ينقب، يقول هل له أصابع، بعدين يجي يقول هل له أظافر، نسأل الله العافية، يا أخي تقدم أرض. باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال قوله جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، الباء للملابسة والغاية، يعني خلقها حقا لم يخلقها أحد سواه، وخلقها بالحق الغاية منها الحق،
كما قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق. وخلق بمعنى أوجد من عدم، أوجد من عدم، فالسماوات كانت عدم والأراضون كانت عدم وخلقها الله عز وجل. وبين لنا سبحانه وتعالى أنه خلقها في ستة أيام، بين ذلك إجمالا وبينه تفصيلا، وهذا من حسن التعليم، من حسن تعليم الله أنه يذكر الشيء إجمالا ثم يذكره تفصيلا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. لماذا؟ لأن الإجمال يوجب قرار هذا الشيء في النفس، ثم تشوف النفس إلى إيش؟ إلى التفصيل، فيرد عليها التفصيل وهي متهيئة لقبول ما يرد عليها. هذه الأيام الستة فصلها الله عز وجل في سورة فصلت، ولهذا سميت سورة فصلت. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. هذه يومين، خلقها في يومين، وجعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها. هذه ثلاث أمور في أربعة أيام مع اليومين السابقين، يعني بمعنى اليومان السابقان واليومين للأمور الثلاثة. ولهذا قال: سواء للسائلين، سواء يعني لا تزيد، لا تزيد. كم هذه؟ أربعة أيام. خلق الأرض في يومين، جعل فيها رواسي من فوقها، وبارك فيها، وقدر فيها أقواتها في يومين، فالجميع أربعة أيام. ولا بأس أن نستطرد على هذه الآية لأنها مهمة. قال: جعل فيها رواسي من فوقها، ولم يقل في وسطها أو من تحتها، لأن هذه الرواسي التي جعلت من فوق لها مصلحة عظيمة أن كانت فوق الأرض، لأنه أضبط للتوازن، ولما يحصل من هذه الجبال العظيمة من كهوفها ومغاراتها وغير ذلك من المصالح العظيمة. الشعاب العظيمة التي تملأ الرياض من أين تأتي؟ من الجبال، لأن الأراضي المنبسطة ما تأتي منها الأودية، ولذلك تجد الجبال، تجد الأودية في الأماكن اللي فيها الجبال الشامخة تجدها أقوى اندفاعا وأعظم. كذلك أيضا هذه الجبال العظيمة من فوق الأرض تصد الرياح العظيمة العاتية التي تأتي من هنا وهناك، ففيها مصالح يعرفها أهل الجغرافيا، حيث قال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، أنزل الله فيها البركة. ولهذا هي تحمل بني آدم وأنعام بني آدم وأرزاق بني آدم على كثرة من يولد ويموت في هذه الأرض، هي مباركة لهم. قدر فيها أقواتها، جعل في كل إقليم قوته الذي يحتاج إليه، وجعل هذه الأقوات توجد في إقليم دون إقليم وفي بلد دون بلد، ليتبادل الناس التجارة فيما بينهم، فينقل هؤلاء إلى هؤلاء وهؤلاء إلى هؤلاء. ولهذا قال: قدر فيها أقواتها، وقبلها قال: وجعل فيها رواسي، لأن الأقوات مقدرة بحسب الحاجة وبحسب المصلحة التي تقوم بين بني آدم في أربعة أيام سواء السليم. ثم استوى إلى السماء بعد أن خلق الأرض وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام، استوى إلى السماء وهي دخان، أي كالدخان. قال بعض العلماء إن هذا بخار الماء، لأن الأرض والسماء كانت ماء كما قال تعالى: وكان عرشه على الماء. استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالت: أتينا طائعين.
فقضاهن سبع سماوات في يومين. انظر الحكمة العظيمة، السماوات ما فصل فيها كما فصل في الأرض، ولا مدد خلقها كما مدد خلق الأرض، مع أنها أعظم من الأرض بأضعاف مضاعفة، لكن يتبين الناس عناية الله سبحانه وتعالى بما يباشرهم من المصالح. والناس أين هم، في السماء ولا في الأرض؟ في الأرض. فانظر عناية الله. ثم ليتبين لك أن كون الله خلق السماء الأرض في أربعة أيام والسماء بيومين ليس عجزا منه أن يخلق الأرض لحظة، ولذلك خلق السماوات وهي أعظم منها في يومين، نصف مدة الأرض. فإذا تمديد الله خلق الأرض إلى أربعة أيام ليس لعجز أو ضعف، لكن لحكمة، بدليل أنه خلق الأرض خلق السماء وهي أعظم منها بمدة إيش أقصر من خلق الأرض، ومع ذلك قال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. هذا يحتمل أنه للتهديد أو للتخيير، لينظر عز وجل كيف انقياد السماوات والأرض إليه. ماذا قالتا؟ أتينا طائعين. وهنا قال أتينا طائعين، مع أن السماء والأرض جماد، والجماد لا يجمع جمع مذكر سالم، لأن من شروط جمع مذكر سالم كما عرفتم في الألفية أن يكون اسما أو صفة لمذكر عاقل، لمذكر عاقل. فكيف قال أتينا طائعين؟ قال بعض المفسرين قولا عجيبا، قال قالتا أتينا بمن فينا، واللي فيهما إنس وجن وملائكة، طائعين. فغلب العاقل على غير العاقل، والصواب خلاف ذلك، لأن الناس لم يخلقوا بعد حين خلق السماوات والأرض، لكن المعنى أنهما لما كان يخاطبان ويخاطبان صار بمنزلة العاقل، فقال أتينا طائعين، وهذا أمر لا شك فيه. الخلاصة أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكر ذلك مجملا وذكر ذلك مفصلا، ولو شاء لخلقهما بلحظة، كن فيكون. قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، والقلم جماد، ومع ذلك كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، لأن أمر الله لا يرد. اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. لو قال للسماء والأرض كونا أرضا كونا سماء، إيش كان في لحظة، لكن قال العلماء إن الله عز وجل مدد الخلق إلى ستة أيام تعليما للعباد إذا فعلوا أن يفعلوا على وجه الجودة والتأني وإتقان الشيء دون التسرع والتعجل. هذه من جهة. من جهة أخرى أن الله حكيم، الخلق يحتاج إلى تدرج، فكانت الحكمة تقتضي أن يخلقهما بالتدرج حتى يصل إلى الكمال، كما أن النخلة تبذر ثم تنمو شيئا فشيئا حتى تصل إلى الكمال. وأيا قلنا من التعليل هذا أو هذا، فما هو إلا تعليل ظني، وإلا فلله من الحكم والأسرار وراء عقولنا في أنه جعل الخلق في ستة أيام دون أن يكون في لحظة. يعني لنا أن نقول خلقهما في ستة أيام مع قدرته على خلقهما بلحظة لأمر لا نعلمه، ونكون بذلك صادقين أو غير صادقين، صادقين. ونكون بذلك عاجزين أو قادرين، عاجزين عن ذلك الحكمة قادرين على الجواب. نعم نحن عاجزون عن إدراك الحكمة، لكننا قادرون على الجواب، أن نقول الله أعلم. فإن استنبطنا حكمة وكانت هي الموافقة فهذا من
لطف الله بنا وفتحه علينا، وإن لم تكن فنسأل الله أن يعفو عنا خطأنا. طيب، صار خلق السماوات والأرض ابتداء من غير وجود سابق هو بيد الله عز وجل، وقوله سبحانه وتعالى بالحق عرفتم معناه. نعم، أحسن الله إليكم. في قوله تعالى قل أئنكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ثم قال ثم استوى إلى السماء. نعم، وهذا يقضي أن خلق السماء بعد خلق الأرض. وقال في سورة النازعات أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. فجعل خلق الأرض بعد خلق السماء، جعل خلق الأرض بعد خلق السماء. هو أنا أخاطب واحد يسأل، ولا أنتم إذا كان عندكم علم خلوا علمكم عندكم حتى يستتم البحث. هو أحسن الله إليكم ما فيها التصريح بخلق الأرض، لكنه قال والأرض بعد ذلك دحاها، فهل يعني يقتضي هذا أن أنت ماذا تفهم من كلمة دحاها؟ أنا لا أعرف معنى دحاها حقيقة. اقرأ اللي بعدها. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. نعم، والجبال أرساها. إذن هذا هو الدحو، هذا هو الصحيح بمعنى الدحو. فيكون خلق الأرض وجعل الرواسي فيها قبل خلق السماء. أما الدحو الذي جعل الأرض مهيئة لكل المنافع فيها وإخراج ماءها ومرعاها فهذا بعد ذلك. لكن أحسن الله إليكم، ما زال في إشكال، لأنكم فسرتم الدحو، فسرتم دحي الأرض بأنه أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. نعم، هذا هو معنى. لا، هذه مستقلة. والجبال أرساها مستقلة، يعني وأرساها بالجبال. وهنا مسألة دائما نكررها، بأنه لا تعارض بين آيات القرآن الكريم، وأن الإنسان يجب أن ينظر ويتأمل حتى يعرف الفرق الذي به يزول التعارض. لو قال والأرض بعد ذلك خلقها لكان فيه تعارض، لكن يدحاها. فنحن نعلم أن الدحو غير الخلق، لأنه ذكر في الآيات الأخرى، في آيات أخرى أكثر من آية، أنه خلق السماوات، خلق الأرض قبل السماء. نعم، سليم. الله يجزاك خير، ما شاء الله، هذا فتح الله عليه فتح مبين. يقول عجبا لهؤلاء الناس يتعمقون في أمر لم يكلفوا به في باب الصفات، ولكن لم يتعمقوا في المأمورات والمنهيات. يفهمون الأمور سطح فهما سطحيا والمنهي فهما سطحيا، ويرتكبون المنهي ويتركون المأمور. ما تقولون في هذا الكلام؟ كلام جيد صحيح، كلام جيد صحيح. الناس يهملون فيما كلفوا به ويتكلفون ما لم يكلفوا به، بل ما نهوا عن التعمق فيه، وهذه مصيبة. نعم، في حديث أنس السابق لما قال يضع رب العزة قدمه في رواية رجله، نعم، المؤولة ذهبوا على أن القدم والرجل مقدم الخلق، ولكن ما بما يجيبون في آخر الحديث حينما أراد الخلق صرح قال ينشئ الله حتى في نفس الحديث ينزوي بعضه على بعض، ينزوي اي في نفس الحديث عن النار. قل اللهم قل اللهم إني أعوذ بك أن تطبع على قلبي. الإنسان والعياذ بالله إذا حرم الخير والنور صار النور في حقه ظلمة. وسبب ذلك يا جماعة، سبب ذلك كما قال الشيخ الإسلام وأنا أقول أيضا وأنتم تقولون، الإعراض عن الكتاب والسنة والرجوع إلى العقل في هذا الأمر هو اللي دمرهم. لو أنهم رجعوا للكتاب والسنة والتزموا بما دل عليه الكتاب والسنة
وأعرضوا عما سوى ذلك استراحوا. والله ما سأل أبو بكر عن هذا ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بن مسعود ولا ابن عباس ولا حذيفة ولا غيره، كلهم ما سألوا عن هذا، وهم لا شك أنهم أعلموا بالله من هؤلاء وأتقى لله وأحبوا إلى وحبهم لله أعظم حب هؤلاء لله، هذا أمر معروف. لو أننا سلكنا هذا المسلك استرحنا. وأنتم أسلكوه في أنفسكم أولا ثم في من سألكم، قل يا أخي اتق الله لا تسأل هذا السؤال، هذا بدعة. من سأل عنه من الصحابة؟ من سأل؟ وخوف بالله لا تسأل هذا. قل آمنت بالله، آمنت بأن الله قدما يضع على النار وينزل بعضها إلى بعض، ولا أقول أكثر من ذلك. ثم إن الرب عز وجل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس من مادة منها مادة الإنسان، الروح الآن مادتها ليست من مادة خلق منها الإنسان، ليست من النار ولا من النور ولا من الطين ولا ما نعم. مادة الروح اللي هي حقيقة الروح وكنها ليس كطبيعة البدن، تختلف اختلاف عظيم، مع أنها جسم على قول الراجح، لكن جسم لا يشبه الأجسام، وهي من مادة أخرى ما نعلم عنها. أفهمتم؟ فكيف بالخالق عز وجل؟ الخالق لا تتصور، حتى لو أثبتت أن له رجلا حقيقة ويدا حقيقة لا تتصور أنها من جنس يدك أو رجل، لا في الحقيقة والكن ولا بالكيفية ولا بالمثل أبدا، شيء لا نعلم، أكبر من عقولنا وأعظم. وأنا أخشى أن الشيطان نعوذ بالله منه ونسأل الله أن يعيدكم منه، أنا أخشى أن الشيطان يأتي للإنسان ويجعل يتصور أن هذه الرجل من حيث الكن والحقيقة مثل رجل المخلوق، بقطع النظر عن الكيفية أن نقول هذا ما لا يجوز، حرام. نحن نعلم أن الخالق ليس كالمخلوق في كل شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه جل وعلا نور السماوات والأرض، ولا نتصور كيف كان نور السماوات والأرض، هو أعظم من ذلك. فالمهم أن واجبنا نحن في هذه الأمور ما هو؟ التسليم، أن نقول آمنا وصدقنا ولا نتصور شيئا وراء ذلك، لا تتصور شيئا وراء ذلك، خذ هذه الصفات وما تقتضيه من المعاني، نعم، وما فيها من العظمة والجلال واسترح. أما أن تكلف نفسك شيئا لم يكلفك الله به بل نهيت عنه، في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. نعم أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على خلق السماوات والأرض، وبينا أن الله تعالى خلقهما في ستة أيام، بين ذلك مجملا أو مفصلا يا سليم؟ مفصلا، مفصل ومجمل. طيب، هل هذه الأيام كأيام الدنيا سلطان؟ كأيام الدنيا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، يوم الجمعة. طيب، أيهما أول خلق؟ الحبيب، أيهما خلق أولا، السماوات أم الأرض؟ السماوات أولا. ما الدليل؟ يحيى، الأرض أولا، ما الدليل؟ ثم بعد إيش؟ بعد خلق، بعد أن قدر، يعني خلق الأرض وقدر فيها أقواته وأقواته. طيب، كيف نجيب عن قوله تعالى أشراف، عن قوله تعالى أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. نعم، إن هذه الآية ليست في الخلق، إنما هي في الدحر. في الدحر. نعم. هذا هو الجمع. نعم. بين الآيات. نعم صحيح. ما معنى قوله بالحق؟ الحق كلمة الحق. ما ذكرنا هذا؟ أنا الحق أي لأجل الحق. طيب، أي لأجل الحق وغير، إحنا ذكرنا قولي. أي يعني خلقناهما للحق مثل ما قال الثاني. للغاية. طيب، للغاية يعني أن خلقناهما للحق، والملابسة أينا خلقنا السماوات والأرض حقا. طيب، يعني للتأكيد كما أقول، كما لو قلت لك، أقول لك هذا بالصدق. طيب، ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو من الليل، وذلك إذا قام لصلاة الليل، يقول اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، فبدأ بحمده ثم قال أنت رب السماوات والأرض. إذن ربوبيته سبحانه وتعالى مبنية على الحمد، والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم. هذا الحمد، وصف المحمود بالكمال مع الحب والتعظيم، فإن كرر الوصف الكمال سمي ثناء. والدليل على هذا قوله تعالى في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. وقوله رب السماوات والأرض سبق أن معنى الربوبية يدور على ثلاثة أشياء. نعم، على الخلق والملك والتدبير، فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما. وجمع السماوات باعتبار العدد، والأرض وأفرد الأرض باعتبار الجنس. لك الحمد. طيب، السماوات سبع بنص القرآن، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الأرض ليس في القرآن تصريح بأنها سبع، لكن فيها ما يدل على ذلك مثل قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. والمماثلة هنا لا يمكن أن تتأتى إلا في العدد، إذ أن الكيفية والحجم والعظمة لا تماثل بين السماء والأرض، فتعين أن يكون المراد مثلهن أي في العدد. والسنة صريحة في ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبراً طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. لك الحمد أن تقيم السماوات والأرض، أي بك تقوم السماء والأرض وأنت القيوم عليهن، فبه سبحانه وتعالى تقوم السماء والأرض، ولا غنى للسماوات والأرض ولا من فيهما عن الله طرفة عين، وهو القيوم عليهما أيضا. فالقيومية هنا إذن تتضمن
الإجادة والإعداد والقيامة على الشيء، كقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي يقومون على النساء ويتولون أمورهن. فالله قيم السماوات، أي به قامت السماوات والأرض، وهو الذي يقوم على السماوات والأرض ويتولى أمر السماوات والأرض. قال الله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني أنه يقوم عليهما ويتولاهما. قيم السماوات والأرض ومن فيهن: لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أي بك استنارت السماوات والأرض. فلولا أن الله سبحانه وتعالى جعل في السماوات والأرض نورا لم يكن فيهما نورا، أو أنه هو نفسه النور وقال إنه نور السماوات والأرض، وإن لم يكن في جوف السماء أو في جوف الأرض، كقوله تعالى: وجعل القمر فيهن نورا. ومن المعلوم أن القمر ليس ينير السماوات وإنما ينير الأرض. قال: ولك الحمد، نعم، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. كم هذه؟ 7. يمكن أن يقول القائل: قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة، هي 7 ولا 6؟ قولك ووعدك ولقاؤك والجنة والنار والساعة 6. يمكن أن يقول الإنسان هذه الأشياء 6 ويخبر عنها بكلمة واحدة، يقول حق. ولكن مقام الثناء مقام بسط، ولكل مقام مقال. قولك الحق، الحق من أي وجه؟ من وجهين، لأن قول الله عز وجل إما أمر وإما خبر، فإن كان أمرا وإن شئت فقل إما طلب وإما خبر، فإن كان طلبا فهو عدل مشتمل على المصالح، وإن كان خبرا فهو صدق. وعليه قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وعدك الحق، وعد سواء كان وعدا بمثوبة أو وعدا بعقوبة فإنه حق ليس فيه كذب، ولا بد أن يقع لأن الله لا يخلف الميعاد. إلا أن الوعد بالعقوبة إذا لم تكن شركا، إذا لم يكن الإثم شركا تحت المشيئة، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولقاؤك حق، لقاء الله عز وجل حق. قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلا بد أن تلاقي ربك، لا بد أن يخلو ربك بك، ليس بينك وبينه ترجمان، لا بد أن يسألك ويقررك بذنوبك ويقول: فعلت كذا في يوم كذا، لكن بينك وبينه. ثم إذا أقررت واعترفت قال الله تعالى: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هكذا يحاسب الله العبد المؤمن يوم القيامة. أما الكافر فيقول فإنهم لا يقررون هذا التقرير، ولكن يخزون يوم القيامة وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. والجنة حق، الجنة حق أي صدق وثابت، وكذلك النار كلاهما حق، وهما الآن موجودتان وهما مخلوقتان للأبد مؤبدتان بإجماع أهل السنة، إلا أن هناك خلافا يسيرا في أبدية النار، ولكن القول بعدم أبديتها ضعيف،
ضعيف للغاية، لأن الله ذكر أبديتها في ثلاث آيات من القرآن. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وقال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا خبر من الله عز وجل، خبر صدق. وإذا كانوا خالدين فيها أبدا لازم أن نؤبد المكان الذي خلدوا فيه. طيب، يقول: والساعة حق. الساعة يعني ساعة القيامة حق، لا بد أن تقع، لأن الله أخبر بها، وما أخبر الله به فهو حق. اللهم لك أسلمت، الجار مجرور لك أسلمت، الجار مجرور في قوله لك أسلمت معمول مقدم لإفادة الحصر. لك أسلمت أي انقدت انقيادا تاما لشرعك، وبك آمنت، وهذا والإيمان محله القلب. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدين الظاهر والدين الباطن. الدين الظاهر بإيش؟ بالإسلام، والباطن بالإيمان. وبك آمنت معنى الإيمان بالله، الإقرار به المتضمن للقبول والإذعان، هذا هو الإيمان بالله، الإقرار المتضمن للقبول والإذعان. فأما الإقرار الذي لا يتضمن ذلك فليس بإيمان، فلا بد من قبول للخبر وإذعان للطلب. ولهذا قال أهل السنة إن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. وعليك توكلت أي اعتمدت اعتمادا تاما معترفا بتقصيري وأفوض أمري إليك. وهذا هو الفرق بين التوكل على الإنسان والتوكل على الله. توكلي على الإنسان ليس توكل افتقار وتفويض، وتوكلي على الله توكل افتقار وتفويض. لو وكلت شخصا يشتري لك حاجة فقد توكلت عليه، اعتمدت عليه في شراء الحاجة، لكن هل هذا اعتماد افتقار وتفويض مطلق؟ لا، لو شئت لأزلته، ولو خالف ما وكلته فيه لضمنته، لكن توكلك على الله توكل افتقار وتفويض، فوض الأمر إليه، تسند الأمر إليه. وهذا هو الفرق بين التوكل الذي لا يصح إلا لله والتوكل الذي يصح للمخلوق. وإليك أنبت، الإنابة بمعنى الرجوع، أي إليك رجعت في أمور كلها، رجعت من المعصية إلى الطاعة، رجعت إليك في تسهيل أموري، في رزقي، في كل شيء، أنبت إليك في كل شيء. وبك خاصمت، خاصمت من؟ كل من يخاصمني فيك فإنني أخاصم بك. والب هنا ليست للظرفية ولكنها للاستعانة، يعني أنك تعينني على خصومتي مع من أخاصم. ويمكن أن تكون الباء للظرفية ويكون المعنى فيك خاصمت، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يخاصم في الله ويجادل فيه، كما خوصم إبراهيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في رب. فعلى هذا نقول الباء يحتمل أن تكون للظرفية بمعنى في، ويحتمل أن تكون للاستعانة، والفرق بين المعنيين واضح. إذا كانت الباء للظرفية صار المعنى أنني أخاصم فيك إذا خاصمني مخاصم وجادلني مجادل في ذاتك أو بأسمائك وصفاتك خاصمته. وإذا كان استعانة فالمعنى
أنني أستعين بك في خصومتي لغيري، وكلا المعنيين صحيح. فإذا قال قائل هل تأتي الباء للظرفية؟ قلنا نعم، ففي القرآن الكريم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين بعده وبالليل أفلا تعقلون، أي وفي الليل، وبك خصمت وإليك حاكمت، يعني حكومتي تنتهي إليك لا أحاكم إلى غيرك، فشرعك هو الحكم، فأنا أحاكم إليك ولا أتعدى حكمك. وهذا تفويض تام لله كونا وقدرا. وكل هذه الكلمات والجمل التي تتضمن هذا الثناء العظيم على الله كلها وسيلة لما سيأتي. قال فاغفر لي، فاغفر لي، فالفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، ويجوز أن تكون للسببية، أي فبسبب ذلك اغفر لي. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، وليست السترة فقط، ودليل ذلك أنها مشتقة من المغفر، وهو ما يلبس على الرأس أثناء القتال لحماية الرأس من السهام. والمغفر يحصل به إيش؟ ستر ووقاية. فإذا سألت ربك مغفرة الذنوب فأنت تسأله الأمرين، الستر والتجاوز عن عقوبة هذا الذنب. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت، نعم، وما أخرت وأسررت وأعلنت. ما في قول ما قدمت موصولة، وكذلك في قول ما أخرت، وأسررت وأعلنت معطوف على الصلة، والمعطوف على الصلة يقتضي أن أكون معطوفا على الموصول أيضا. والمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يغفر له ما قدم وأخر وأسر وأعلم. وفي هذه الجمل بسط ظاهر، فيها بسط، لأنه يغني عنها أن يقول اغفر لي ذنبي، إذا قال اغفر لي ذنبي كفى، لأن ذنب مفرد مضاف فيشمل كل الذنوب، ما أسر وأعلن وقدم وأخر. لكن مقام الدعاء يقتضي البسط، مقام الدعاء يقتضي البسط. لماذا؟ لأمور. الأول وهو أهمها لمن فتح الله على قلبه، التلذذ بمناجاة الله، تلذذ بمناجاة الله عز وجل. لأن كل واحد منا لو كان له صديق محبوب إليه أفلا يحب أن يبسط معه القول ويكثر معه القول؟ ها؟ بلى، لا شك. تجد إذا جلس إلى صديقه الذي يحبه وقام يتحدثان تمضي الساعات الطويلة وكأنها دقائق، حتى أن بعض الناس، بعض الأصدقاء، يشيع صديقه إلى بيته، تعرفون التشييع، يعني يمشي معه إلى البيت يتحدثان ويمشيان رويدا رويدا، فإذا وصل إلى بيته انقلب فشيعه الآخر. نعم، وهكذا دواليك، ربما يطلع الفجر إن كان في الليل وهما على هذا الحال. وهذا أمر مشاهد معروف، أن الإنسان يحب أن يبسط القول مع من يحب. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة، وكلما كررت ازددت لله إيش؟ تعبدا، ازددت لله تعبدا، فيزداد أجرك بازدياد جمل الدعاء. الشيء الثالث أن البسط والتفصيل يوجب تذكر الإنسان كل هذه الأنواع التي بسطها
وفصلها وبينها. واستحضار الإنسان لذنوبه تفصيلا أكمل في التوبة، لأن التوبة المجملة ما تستوعب جميع الذنوب استحضارا، وإن كانت تستوجب جميع الذنوب تستوعب جميع الذنوب لفظا ومدلولا، لكن استحضارا لا. أرأيت لو أنك قلت اللهم اغفر لي ذنبي كله وأنت فعلت ذنوبا قد تكون أكبر مما تتصوره الآن، نعم، لكن غابت عن بالك، فإذا ذكرت وفصلت كان هذا أبلغ في التوبة، لأن الدلالة على تعيين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم. طيب، هذه ثلاث فوائد في البسط. ويستفاد من هذا الحديث شدة أو علو مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، حيث أثنى على ربه هذا الثناء العظيم بهذا التفصيل العظيم، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ويستفاد منه أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذنوبا، أن له ذنوبا لقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وأصح من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا. وأصح من ذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبهذا يبطل قول من يقول إن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم لذنبه استغفار لذنوب أمته وليس استغفار لذنبه. نقول سبحان الله، هل أنت أعلم من رسول الله بالله من رسول الله برسول الله؟ هل أنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله؟ يعني هل أنت أعلم برسول الله من رسول الله؟ نعم، لا ليس أعلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بنفسه، وهو يقول اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة علانيته وسره وأوله وآخره. ثم نقول كيف يستقيم هذا القول والله تعالى يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا؟ الأوصاف هذه لموصوف واحد، فهل هذه الأوصاف للأمة؟ ثم كيف يستقيم ذلك والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات؟ كيف يستقيم هذا؟ ولكن الفرق بين الرسول والأمة من حيث الذنب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الذنب والأمة تقر عليه، ومعنى تقر يعني قدرا لا شرعا، أما شرعا فلا أحد يقر على الذنب، لكن قدرا الأمة تقر على الذنب، لكن الرسول لا يقر. كيف لا يقر؟ لأنه عليه الصلاة والسلام لا بد أن ينتبه أو ينبه فيستغفر، والإنسان إذا استغفر من الذنب فقد تكون حاله بعد ذلك أكمل من حاله قبل فعل الذنب. وأن الأمة قد تقر شرعا أو قدرا، قدرا على الذنب، أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لا يقر، بل إما أن ينتبه أو ينبهه الله عز وجل. وانظر إلى قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فبدأ بالعفو قبل ذكر المخالفة. عفى الله عنك، ولا عفو إلا عن إيش؟ عن خطيئة. لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله، هذا تعليم من الله عز وجل، يعلم نبيه وهو لنا،
أن لا نتعجل في الحكم على الشيء حتى نتبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا ينطبق تماما على ضد حالنا اليوم، ولا عليها عليها ولا على ضدها؟ لا لا، الفعل الواقع من الرسول عليها، لكن التنبيه والتأديب على ضدها. يعني نحن الآن نسمع الكلمة ثم نطير بها في الآفاق دون أن نتبين، والله عز وجل يقول لرسوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين.